Hello and welcome kids. المرة الماضية حكينا عن درس القراءة الجديد اللي بعنوان How do they do it؟ وحكينا عن الجوجلر والفاير بلاور والستيلت ووكر. اليوم بدرس اليوم we are going to continue the next page. حنكمل الصفحة الثانية. نحكي معاني بعض الكلمات. Puppeteer محرك الدمى. Puppets الدمى. Strings خيوط. Pulls يسحب. Tiny صغير جدا. Wood خشب. Round بشكل دائري. Piece قطعة. وGiant معناها العملاق. هلأ هون أنا حددت بعض الأدجكتيفز، الكومباراتيف أدجكتيفز والسوبرلاتيف أدجكتيفز اللي هم المقارنة والتفضيل. الكومباراتيف هم المقارنة مثل فاتر وايدر و بيجر. السوبرلاتيف في بس عنا واحد بهاي الصفحة اللي هو بيجست. هدول حيكون إن شاء الله درس القواعد بهاي الوحدة. Okay now kids let's read this paragraph and explain it. This man is a puppeteer. He has lots of puppets. This one is a dragon. There are strings on the puppets. The man pulls the strings and the puppets walk and sit. They look like tiny people and animals. Okay, let's explain this paragraph. بيحكوا انه this man is a puppeteer. يعني هذا الزلم اللي بصورة على الشمال هو محرك الدمى. وهو he has lots of puppets يعني عنده كتير من الدمى. اللي بالصورة this one is a dragon شكلها زي شكل التنين. There are strings on the puppets يعني في خيوط على الدمى. ليه؟ علشان when he pulls it يعني لما يسحب هالخيطان بتتحرك الدمى، يا بتوقف يا بتقعد يا بتمشي. They look like tiny people and animals يعني هدول الدمى بيشبهوا الأشخاص والحيوانات الصغيرة. Now let's move to the next paragraph, paragraph number 5. Let's read it together, then explain it. A reporter is talking to the puppeteer. Let's listen. The reporter, did you make your puppets? The puppeteer, yes, I made all of them. What did you use? I used wood. I always use wood. Why? Because I can cut it easily. Look at this puppet. First, I made a round head. Next, I cut long, thin pieces. They were the arms and legs. Then, I cut a fatter, wider piece. That was the body. What did you do next? I made the clothes. Then, I fixed the strings on the puppet. What is this puppet? He's a boy. His name is Jack. This puppet is bigger. She is Jack's mother. This puppet is the biggest. He's the giant. Are these puppets for Jack and the Beanstalk? That's right. That's the show today. It's starting now. Okay, let's explain a little about this paragraph. نشرح شوي عن الفقرة رقم 5. بيحكوا انه في reporter حكى مع الpuppeteer. الreporter هو الشخص اللي بيعمل الانترفيو يعني زي مقابلة. بيسأله did you make your puppets؟ بيحكي له yes. انت بتصنع الpuppets اللي بتعمل فيهم الشو؟ بيحكي له وبيحكي له كيف تصنعهم وشو بتستخدم. بيحكي I used wood. wood يعني خشب. فبيسأله شمعنى بتستعمل خشب يعني why؟ He said because I can cut it easily يعني بسهولة بقدر أقص الخشب. بعدين بيحكي له شو بتعمل next. بيحكي له بعمل الكلوز الملابس. آخر شي بيحط الخيطان على هاي الدمية وخلص هيك بكون خلص البابت للبابت شو. هلا شايفين الصورة يلي فوق في صورة زي ولد وفي خيطان وخشبتين هيك. هاي هي البابت. وتحت بيكملوا بيحكي انه انا هلا عمالي بيعمل بعض الدمى، واحد اسمه جاك وجاكس ماذر والجاينت.
فبيسألوا الريبورتر بيحكي له هدول الدمى لا مسرحية جاك and the Beanstalk. طبعا انتو بتعرفوا هاي المسرحية او هاي القصة لانه اخدتوها بالفصل الاول. فبيحكي له البابيتير هذا المحرك الدمى بالاخر بيحكي له yes that's right واليوم حيكون العرض عن جاك and the Beanstalk. As for the homework بالنسبة للواجب أول واجب بصفحة 92 pupils book السؤال الأول هي عبارة عن أسئلة عن الدرس أنا حددت كل سؤال بأي فقرة حتلاقوا الجواب الجواب كتير قصير حيكون مثلا السؤال الأول بالفقرة الأولى السؤال الثاني بالثاني الثالث والرابع بالفقرة الثالثة السؤال الخامس بالفقرة الرابعة والسادس والسابع بالفقرة الخامسة الصفحة الثانية الأخيرة هاي السؤال الثاني في عندكم صور وبدكم تحطوا مين هدول الأشخاص هي مسهلين وواضحين احنا أخذنا عنهم ودرسنا عنهم السؤال الثالث بدك تملأ الفراغ ببعض الكلمات برضو من الدرس والحلو بهذا السؤال انه هم محددين الحرف الأول للكلمة اللي لازم نعبيها وانا هنا عملت لكم عليهم سيركلز صغار الواجب الثاني فهو صفحة 82 بالورك بوك السؤال الأول بدنا number the sentences in order يعني هدول الجمل بدنا نرتبهم حسب ترتيب الصور كمان this man is making a puppet يعني هو عماله بيصنع if puppet أنا حقرأ الجمل علشان تعرفوا ترتبوهم A then he fixes all the pieces together B after that he cuts a wider fatter piece for the body C The puppeteer takes a big piece of wood. D. He fixes strings on the puppet. E. He cuts a round head. F. He makes the clothes. G. Next, he cuts long, thin pieces of wood for the arms and legs. هدول كتير بيشبهوا الفقرة الخامسة بالدرس يعني ممكن كمان تستعينوا فيها أما السؤال الثاني complete the sentences with the correct word يعني بدنا نختار الكلمة الصح بين كل خيارين ونحطها بالفراغ طبعا أكيد الكتاب حيساعد برضو الدرس حيساعد كتير بحل هذا السؤال and thanks for watching